طيب يا شباب، السلام عليكم مرة تانية. نكمل الجزء بتاع الهاي فولتج انجينيرنج اللي كنا بنتكلم عليه في الريكتيفيكيشن. وحاجة وصلنا لها كان الموضوع بتاع المفتاح بتاع السيفتي اللي انت محتاج تحطه ان بارل مع الكباستور عشان بتفرغ بيه الشحنة بتاعة الكباستور. ايه بعد ما بتخلص بيقفل اوتوماتيك مع السويتشنج اوف للمنظومة بتاعتك او للمعدة بتاعتك، معدة الاختبار يعني، بحيث ان هو يفرغ لك الشحنة اللي في الكباستور. لو هتكلم بقى على الفول ويف ريكتيفاير زي ما انت درستها برضو، انا ممكن اشتغلها بطريقتين. ممكن اعمل الفول ويف ريكتيفاير او سميها باي فيز هاف ويف ريكتيفاير، بشتغل على التو هافز باستخدام سنتر تابت ترانسفورمر بالشكل ده، وهنا بستخدم 2 دايود، او استخدم نورمال ترانسفورمر عادي جدا هنا، تمام، واحط معاه 4 ايه 4 دايودز. دي اللي هي اسمها البريدج ريكتيفاير او جرادز ريكتيفاير، ده على اسم العالم اللي عمل التكوينه دي. وبعد كده الخرج بتاعك ما بين النقطتين بتحط ايه، بتحط المقاومه بتاعتك بس. ولو عايز تعمل سموثنج هتحط معاه الايه، هتحط معاه الكباستور هنا وهنا، تمام. طب تعالى نشوف كل واحده منهم، او نعدي عليها بسرعه ونشوف بس النقط اللي تهمنا فيها كجزء الهاي فولتج او جزء الدراسه بتاعنا. لو هنبص على السنتر تاب ترانسفورمر اهي بالشكل ده، تمام، ببساطه انت بتخلي نص الموجه دي بيشتغل فيها الاي، نص الموجه دي بيشتغل فيها البي، زي ايه، زي اللي احنا عاملينه تحت، ان هو الاي هنا شغال اون والبي اوف، هنا البي اون والاي اوف، وهكذا بالتبعيه. فالشكل لو انا بشتغل على مقاومه بس ما فيش عندي كباستور، هيبقى الشكل عندي هو الشكل الايه، الشكل اللي تحت اللي هو الايه، الاوبب دي. ولو هتشتغل على كباستور بس مفيش ار ال، هتلاقي الشكل بتاعك هو الشكل اللي فوق خالص ده، اللي هو ماشي ايه، طلع هنا وصل الماكسيمم وبعد كده فضل على الماكسيمم ده، محدش قدر ايه، قدر يغيره. لكن لو الكباستور محطوط مع الار ال وده الوضع الطبيعي، هتلاقي ان في عندك برضه فترات ايه، شحن وتفريغ، او هنا بيفرغ في الار ال وبعد كده اتشحن في الحته دي وبعد كده فرغ وبعدين الشحن في الحته دي وهكذا. وهتاخد بالك ان هتلاقي برضو المنطقه بتاعت الشحن وفتره الشحن بتاعتك فتره صغيره جدا، وفتره الايه، فتره التفريغ فتره اكبر منها تقريبا، تقول ان هي تبقى تي. ونفس الكلام اللي احنا قلناه هناك برضو، قيمه الار ال تاثر معاك انت لما هتفرغ، هتفرغ كده ولا هتفرغ كده، هتفرغ ازاي، هتقابل هنا فين النقطه. بس النقطه او الحاجه اللي ناخد بالنا منها ان هنا الفريكوانسي او التردد او كام مره بيحصل شحن وتفريغ خلال البيريود بتاعتك كلها، تمام، هتلاقيها هنا بقت اقل. لو تفتكر كان في الهاف ويف كنت انا هتحرك من النقطه دي اوصل لفين، كنت بوصل لغايه النقطه دي هنا، لان النص ده كان ايه، عكسي، فكان التفريغ بتاعي او وقت التفريغ اطول، اوكي، وكان كاني واخد التردد بتاع التفريغ بيحصل كل قد ايه، كان بيحصل كل بيريود، كل ايه، كل دورة مرة، تمام. لكن هنا بيحصل كل دورة مرتين، فهنا بقول ان الفريكوانسي كمان ايه، بيحصل معايا فيه فريكوانسي للريبل فريكوانسي، الريبل دي هتحصل كام مرة خلال التايم بيريود بتاعتك، فبسميها ريبل فريكوانسي. وليه علاقة بالايه، بالريبل، او ليه علاقة بالسبلاي فريكوانسي اللي عندي. طيب لو بتكلم على البريدج ريكتيفاير هي نفس الفكره، بس المفروض او اللي بيشتغل هنا ايه بقى، 2 دايود بيشتغلوا في الايه، في المره الواحده. فعندي دي 1 ودي 2 هنا اشتغلوا، او جدول لك المسار دي 1 ودي 2، ادي التيار يمشي كده يلف 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 وبعدين يرجع دي 2 ويكمل، او في نص الموجه الثانيه هيشتغل ايه، هيشتغل الدي 3 والدي 4، فيبقى التيار بتاعك هيمشي ازاي، هيمشي من هنا، دي هتبقى بدل ما سالب بقت موجب عشان تقلبت الزاويه بتاعتك، فبقت دي 4، تمام، والدي 4 بتاعتك هي دي اللي هيطلع منها الجود بتاعك، اهو رايح هنا هيغذي يغذي وبعدين يرجع هنا من دي 3 يرجع للايه، للسبلاي بتاعك، تمام. ده كده الايه، ده كده لو احنا بنتكلم على السنتر تاب ترانسفورمر او بنستخدم البريدج ايه، البريدج ريكتيفاير. المهم ابقى عارف في كل واحده منهم انا بستخدم كام دايود، مين الدايود اللي شغال، مين الدايود اللي مش شغال، تمام. وكل دايت ممكن يبقى عرضه، يبقى عليه فرق جهد قد ايه، زي ما قلنا اللي هو البي ار في. طيب زي ما كنت هناك جبت الريبل فاليو او الريبل فولتجز اللي طلعت عندي كانت بكام، عايز برضو اجيب لها ايه قانون هنا، فهلاقي ان القانون هنا الدلتا في بتاعتي بتساوي
اتنين اي ماكسيم على الباي اف سي. طبعا اللي فرق معايا هنا ايه؟ اللي فرق معانا قيمة الاي دي سي اللي طالعة في الفول ويف بقيمة الاي دي سي اللي كانت طالعة في الهاف ويف. الاي دي سي في الفول ويف كان اتنين اي ماكسيم على باي، هنا كانت مفيش الاتنين، كانت اي ماكسيم على ايه؟ على باي بس. تمام كده، ده كده الفول ويف والايه والهاف ويف. طيب لو عايز اعمل مقارنه بقى ما بين الاثنين او الخص الكلام اللي ما بين الاثنين، فلقيت هما الاثنين بيطلعوا لي دي سي فولتج less than the maximum value of the AC input voltage. القيمه بتاعتك دايما ما بتوصلش الماكسيم، بتبقى ايه قيمه ما بين الاثنين. لما تجيب الافريج للكلام ده هيبقى قيمه ما بين الاثنين، مش هتوصل لايه لقيمه الفي ماكسيمم. والريبل والبريبريزنت ات كان بي كيبت ويذن ريزن وليميت يوزنج فلترز. انت الريبل دي هتبقى كده كده موجوده، عايز تقللها هتدخل معاك ايه؟ هتدخل معاك فلتر. ريبل فولتج از لارجر فور ذا هاي ويف ريكتيفاير ذان فور فول ويف ريكتيفاير. دي كده ميزه للفول ويف عن الايه؟ عن الهاف ويف. ده ليه؟ لان الديسشارج بيريود از لارجر ان كيس اوف هاي هاي هاف ويف ريكتيفاير. زي ما اتفقنا ادي نقطه وادي نقطه، دي كده بدايه الموجه الاولانيه وادي بدايه الموجه الثانيه. شوف انت ايه نزلت من هنا لهنا، هنا ادي نفس النقطه اهي والنقطه الثانيه اهي، وبالتالي انت عملت ايه هنا؟ لو بصيت على قلت قد ايه هنا وقلت قد ايه هنا، لا هتلاقي الالالان بتاعك لو كنت مشيت لغايه الاخر كده اكيد اكتر بكتير من الالالان ايه ده. تمام، ده الريبل اللي احنا بنقول عليه، وبالتالي اللي مأثر فيه الفتره بتاعت الايه الديسشارج بتاعتك. طيب والريبل فريكوانسي اللي اتفقنا عليه في الهاي ولت هاف ويف ريكتيفاير كان بيساوي سبلاي فريكوانسي، دي بتتكرر كل كام مره؟ مره في التي، وهنا دي في الفول ويف بتتكرر مرتين في 1 ايه في 1 تي. طيب من هنا محتاج بقى انت تبقى عارف ايه هو الريبل فاكتور بتاع الدايره الهاف ويف والفول ويف، وده سهل، انت تجيبه الريبل فاكتور اللي هو ار عباره عن دلتا في على الفي دي سي. تمام، فعندك قانون الدلتا في وعندك قانون الفي، تعرف تربط الاثنين ببعض. ومحتاج اعرف ايه قيمه البي اي في او البي ار في بتاعه الايه بتاعه الدايودز الموجوده اللي احنا قلنا اللي هو بيك ريفرس فولتج اوف ذا دايود. تمام، يبقى كل دايود مسموح له او فرق الجهد العكسي اللي ممكن يوصل له يبقى كام، فابقى مأمن نفسي وجايب الدايود ان هو يستحمل فرق الجهد العكسي ده من غير ايه؟ من غير اي مشاكل. تمام كده يا شباب. طيب دي كده الدوائر اللي انت عملت بيها الايه؟ عملت بيها هاف ويف او عملت فول ويف ريكتيفيكيشن. عايز تبدا دلوقتي تعمل ايه؟ دبل. عايز تدبل. يعني ايه دبل؟ يعني انا مش عاجبني الفي دي سي اللي انت طلعته، انا عايز اجيبه كان بيساوي هناك في ماكسيمم او اقل من قيمه الفي ماكسيمم. انا هنا عايز اجيب الفي دي سي بيساوي ان من الفي ماكسيمم، بس عشان بتكمل في بتكلم في الدبل فانا عايز الان دي بتساوي ايه؟ بتساوي 2، يا دوب بس دبلت. تمام كده. طيب الكلام ده يحصل ازاي؟ والله احنا عندنا دايرتين في الدبلر سيركتس. تمام، الدايره الاولانيه بس للمعرفه، اوكي، لكن احنا هنركز اكتر على الدايره الثانيه. الدايره الاولانيه دي سميناها عالي بون فولتج دبلر سيركت، دايره على اسم العالم اللي عملها. تمام، الدايره ببساطه بيقول لك ادي النص اللي فوق زي الهاف ويف اللي كنا عاملينه، والنص اللي تحت هاف ويف تاني، فده كده هيطلع لك على الكباسور ده في ماكسيم، وده يطلع لك على الكباسور في ماكسيم، وبعد كده وصل التو كباسورز مع بعض يطلع لك 2 في ماكسيم. بس ده ببساطه الايه الدايره دي او اللي بيتكلم فيه في الدايره دي. تمام كده. طيب الدايره الثانيه بقى ودي اللي تهمنا اكتر، اللي هي جرينخر فولتج دبلر سيركت، دي عباره عن جزئين لو انت ركزت فيها، عباره عن جزء ده اللي هو الكلامبر سيركت اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده، والجزء ده اللي هو الايه البيك ريكتيفاير. لو انا ما وصلتش ايه، لو ما وصلتش حمل، لو وصلت حمل بقت هي الحته بتاعه الفول ويف ريكتيفاير. فخلينا في الكلامبر الاول. الكلامبر عباره عن سي واحد ودي واحد اهو، نفس الدايره اللي احنا كانت هاف ويف، وروحنا غيرنا بس الترتيب بتاع الكباسور والدايد، قلنا عشان ناخد الايه الفولت من على الاطراف بتاع الدايد. ولو تفتكر الفولت اللي على الاطراف الدايد عندي هناك كان بيطلع بقيمه معينه اللي هي ايه بتتراوح من صفر لايه لاتنين في ماكسيموم. تمام، فانا كده ايه حصلت على قيمه ايه؟ حصلت على قيمه فولت معين. قيمه الفولت اللي انا حصلت عليه ده يعتبر هو الانبوت بتاع الدايره دي، كان انا غيرت شلت السبلاي اللي عندي وجبت لي سبلاي بيطلع لي لغايه 2 في ماكسيم ودخلته على الدايره بتاعت الهاف ويف ريكتيفاير. فتتخيل الفولت اللي طالع على اطراف السي لو سبت سي بس من غير اللود، يبقى القيمه اللي طالعه هتثبت عند 2 في ماكسيمم وتفضل زي ما هي، لكن لو عندك اللود هيبقى 2 في ماكسيمم ويبدا فتره ايه في فتره ما اللود بتاعك بيفرغ يفرغ يقل عن ال2 في ماكسيمم بقيمه ايه بقيمه صغيره. هو ده ببساطه اللي بيحصل معانا.
طيب تعالى الكلام ده حصل ازاي، انا كاتبه لك خطوه خطوه بحيث الدنيا تبقى بالنسبه لك ايه واضحه. ودايما وانت بتشتغل عشان ترسم صح وعشان تصعب الدنيا صح، بص دايما على اي عنصر انت عايزه، شوف فرق الجهد ما بين النقطتين بتوعه. يعني لو عايز فرق الجهد اللي على الكاباستور، هو عباره عن فرق الجهد ايه ناقص الام او الام ناقص الايه، حسب انت هتخلي مين الايه، مين الاكبر من مين. تمام، لو عايز فرق الجهد على الدايود عباره عن الفي ام ناقص الفي بي، لو عايز فرق الجهد على الدايود ده عباره عن الفي ام ناقص الفي اوت. تمام، طب لو عايز الجهد اللي على السي 2 عباره عن الفي اوت ناقص الايه، ناقص الفي بي اللي هو الفي بي انت حطيته بصفر، يبقى رسمه الايه سهله، رسمه الفي اوت سهله، ورسمه الام كمان بالنسبه لك ايه سهله. طيب ات نو لود بقى، في حاله النو لود مفيش عندي لود هنا، ايه اللي هيحصل؟ وعشان برضو تفهم الدنيا كويس، طلع دلوقتي الدايره دي بره القصه وركز انت تطلع الدي واحد بشكله ايه، والويف اللي طالعه معاك هي اللي انت هتكمل بيه. يبقى ات فيرست بوزيتيف هاف سايكل، في الهاف سايكل الاولانيه البوزيتيف ايه اللي حصل؟ النقطه الاي بتاعتك دي بوزيتيف والنقطه البي هي النيجاتيف. تمام، طب الدايد يشتغل ولا ما اشتغلش؟ لا، الدايد بتاعك مش هيشتغل، فهتلاقي ان الكرنت بتاعك مش موجود، مفيش عندك كرنت، يبقى الدايد بتاعك هيبقى اوف. لكن في اول نيجاتيف هاف سايكل، في الهاف سايكل اللي بالنيجاتيف، النقطه دي بقت موجبه والنقطه دي بقت سالبه، فالدايد بتاعك يشتغل، يبدا يشحن الكباسور، هيشحن الكباسور يبقى الزائد بتاعه من الناحيه دي والناقص بتاعه من الناحيه دي، هيقعد يشحنه يشحنه لغايه ما يوصل لايه؟ لقيمه الفي ماكسيمم. وبعد كده خلاص مش هيشتغل تاني. تمام، يبقى اول ما الكباستور بتاعك هيوصل للفي ماكسيمم الدايود دي واحد والترن اوف. تمام، والفي ام ات اني بوينت ويل بي مور ذان الفي بي، لان الفي ام دلوقتي بقى بيساوي في ماكسيمم، في اي لحظه من اللحظات الفي ام دي هتبقى ايه، هتبقى اعلى من النقطه بتاعت الفي بي جداي، وبالتالي دايما الدايود بتاعك يبقى ايه، يبقى اوف. طيب كان الدايت ده وظيفته بس ان هو بيوصل السكه للكباستور لغايه لما يتشحن، وبعد ما الكباستور يتشحن الدايت ملوش لازمه بالنسبه للكباستور. طيب اذا فولتج اوف ذا ترانسفورمر رايز تو في ماكسيمم، لما الفولت هنا يزيد يبقى الفي ماكسيمم، ديورنج ذا نيكست هاف سايكل، في الهاف سايكل اللي بعدها، البوتنشال اوف اذر تيرمينال اوف سي 1، تعالى بقى بص على سي 1 النقطه دي هيبقى جهدها دلوقتي كام؟ هيبقى جهدها دلوقتي كمان في ماكسيمم، ما انت وصلتها لفي ماكسيمم، دي في ماكسيمم ودي في ماكسيمم، يبقى فرق الجهد ما بين الايه؟ ما بين الاثنين، النقطه دي كانت سالب ودي المفروض تبقى اعلى من دي بفي ماكسيمم، طب دي بقت في ماكسيمم، يبقى النقطه دي تبقى 2 في ماكسيمم، يبقى جهد الفي ام بقى دلوقتي وصل 2 في ماكسيمم. تمام، طيب ده كده فرق الجهد اللي على الايه، اللي على الكباستور. كانك برضو وانت بتبص على الفي ام بتاعتك عباره عن ايه، عباره عن الفي اي زائد الفي سي 1 كان بيساوي كام، انت شحنه بكباستور مشحون بفي ماكسيمم، والفي اي دلوقتي بقت في ماكسيمم. تمام، يبقى الفي ام دلوقتي بقت 2 في ماكس، طب الفي اي مش بفي ماكسيمم دلوقتي، باي قيمه ثانيه، خلاص يبقى انا عندي الرسمه بتاعت الفي اي شكلها ايه ورسمه الفي سي شكلها ايه، والاثنين دول اجمعهم على بعض يديني الفي ماكسيمم على طول او الفي ام. والفي دي 1 لو انت عايز تجيب فرق الجهد اللي هنا عباره عن الفي ام زائد الايه، زائد الفي اس بتاعتك اللي هي هتبقى بالايه، اللي هي تحت. طيب انا راسم لك هنا الكلام ده اهو ومبينه لك. تمام، بس بالنسبه لايه، بالنسبه للحته الاولانيه بس. تعالى في الناحيه الثانيه بقى، ايه اللي هيحصل هنا؟ اللي هيحصل هنا ان الفي سي 2 اللي هو الفولت على الكباستور ده بقى ماشي لسه بيساوي صفر. طيب لكن لما الفي ام بتاعتك تزيد هنا اعلى من الصفر، تمام، اول ما توصل دي اعلى من الصفر، الدايت بتاعك ده يبدا يشتغل، فيبدا الكباستور ده او ده يشتغل، الكباستور ده يبدا كمان ايه، يبدا يتشحن، فالفي سي 2 هتبدا تتشحن، دي بقت ايه، دي بقت كانها شورت سيركت، يعني النقطه دي كانها نفس النقطه دي، يعني جهد النقطه دي بقى جهد النقطه الفي ماكسيمم. تمام، فهيبدا جهد الفي ام يظهر هنا عندي ويبدا يعلى يعلى لغايه لما يوصل الفي ماكسيمم او 2 في ماكسيمم، ويفضل عنده طالما مفيش حد يفرغ فيه. تمام، وده اللي حصل عنده، هو بدا يشحن يشحن لغايه لما يوصل الفي ماكسيمم، وفضل ايه، فضل ثابت عند الايه، عند الرقم ده. تمام، فكده البي ار في لده او لده في اي وقت من الاوقات هتلاقي الجهد العكسي اللي ممكن يبقى متسلط عليه كام، اعلى حاجه تبقى 2 ايه، 2 في ماكسيمم. تمام، طيب لو حصل بقى عندي، وانا راسم لك هنا في حاله النيجاتيف هيبقى شكلها ايه، ودي في حاله البوست هيبقى شكلها ايه، من حته الدايودز مين هيبقى اون ومين هيبقى اوف. طيب لو حصل دلوقتي ان انت حطيت اللود، تتخيل ايه؟ اه، تتخيل بقى ان الكباستور الشحنه اللي اتوجدت هنا لو لقيت فرصه ان هي تفرغ في اللود هتفرغ في اللود، والشحنه اللي اتوجدت هنا لو لقيت فرصه ان هي تفرغ في اللود هتفرغ في اللود. تعالى نشوف الكلام ده يحصل ايه بقى في حاله الايه، اللود. في حاله اللود الكباستور سي 2 اللي عندي هيتشحن من الدي 2 صح لغايه الفي ماكسيمم، متفقين، او 2 في ماكسيمم اسف.
الدي واحد دي اتنين في ماكسيمم يا شباب، دي واحد والكوندكت، يبقى الدي واحد بتاعي هيبقى ايه؟ هيبقى موصل. اوكي، والدي اتنين بقى دلوقتي ايه؟ بقى دلوقتي اوف. والسي واحد هيتشحن according to ايه؟ to الفي ام، والفي ام اللي هي اعلى قيمة الفي ام اللي انا وصلت لها دي اصغر من الاتنين في ماكسيمم، فعشان كده الايه؟ الدايود ده اللي هو اتنين هيبقى ايه؟ هيبقى اوف. انت وصلت لاتنين في ماكسيمم هنا او قريب من اتنين في ماكسيمم، والفي ام اللي انت وصلت لها هنا دلوقتي هتبقى اقل من الايه؟ من القيمة بتاعت اتنين في ماكسيمم عشان بدأ يفرغ. اوكي، وبالتالي الدايود بتاعك ده يبقى ايه؟ يبقى اوف. يبقى الفي سي اتنين والدي واحد هيترن اوف، ده هيترن اوف كمان معاك، والسي واحد لما ده يبقى اوف يبقى السي واحد بتدور على سكة ايه؟ تفرغ فيها، فهتروح تفرغ في الايه؟ في الشحنة بتاعتك اللي هي الدايرة دي. تمام، through the load thus ان ال في اوت بتاعك هي ايه؟ هيقل، بيفرغ، فهيروح القيمة بتاعته ايه؟ تقل. تعال نشوف على الرسمة، ادي انا شحنت وصلت للرقم ده، اولا الرقم ده ما وصلش ل 2 في ماكسيمم، ليه ما وصلش ل 2 في ماكسيمم؟ عشان هو ماشي كان في عندي مقاومة، فالمقاومة بتاعته ايه؟ المقاومة بتاعت اللود بتاعتي ظهرت معايا فراحت قلت معايا شوية، في عندي شوية فولتج دروب حاصلين هنا، فانا وصلت لأعلى قيمة أقدر أوصلها هنا، بس هل أنت ثبت عليها؟ لا، بعد شوية بدا السي 2 كمان يفرغ في الايه؟ يفرغ في اللود بتاعك، فبدا يفرغ في اللود وهكذا. تمام، فيبقى الخلاصه انا عندي هنا، بص بقى على الرسمه بتاعتك، انت من القيمه اللي كنت عايز توصل لها اللي هي 2 في ماكسيمم حصل عندك دلتا في او فرق جهد او بنقول عليه فولتج دروب، وبعد الفرق الجهد ده كمان في عندك الدلتا في اللي هي الايه؟ الريبلز اللي عندك، اقل قيمه ممكن توصلها لها الفي مينيمم اهي، وادي اعلى قيمه ممكن توصلها لايه؟ الفي ماكسيمم. تمام، طب تعال نشوف قوانين بقى لايه للكلام ده. لو انا عايز اجيب الريبل فولتج اللي هو الدلتا في بنفس الطريقه اللي كنا بنتكلم عليها قبل كده، عندك الديسشارجنج بيريود للسي واحد، السي واحد بتاعك هو اللي هيفرغ، هو المصدر الشحنه بتاعتك اللي انت بتتكلم عليها اصلا، اتشارج كيو والترانسفير فروم سي واحد تو لود، ده الفتره الاولانيه اللي احنا قلنا عليها بتاع التفريغ، فالكيو بتاعتك اللي رايحه دي خلال زمن التفريغ اللي هو تي 2 تمام، هيطلع الدلتا في بتاعتك بتساوي اي دي سي على 2 اف، بس المره دي السي اللي احنا بنتكلم عليها ايه؟ هي السي واحد، ده عمل لك ايه؟ عمل لك الريبل فولتج. طيب ولو بصيت على الفولتج دروب، لما حصل فولتج دروب عندك يبقى في اللحظه اللي هي بتاعت التي واحد وقت ما كان ده بيتشحن تمام، والفتره دي كان ده ايه؟ كان ده فيه شحنه، هو اتشحن يعني ده الاول شحن وراح وصل لغايه ده اتشحن، وبعد كده الدنيا اتغيرت في الـ في الـ في الهاف سايكل اللي بعدها، فده دلوقتي خلاص واقف مكانه لان الدايود ده فتح له تمام، وده بالشحنه اللي فضيه فبدا ايه؟ بيتشحن بشكل تاني، يبقى في التي واحد ده بدا بيتشحن وده ايه؟ وده واقف. طب ده واقف في سكه عنده وانا مقفوله، فيبدا هو يفرغ في الايه؟ في اللود بتاعك. يبقى اللي بيحصل ان عند التي واحد الكوانتيتي اوف تشارج كيو والترانسفور من السي 2 تمام، ورايحه ايه؟ ورايحه هي كمان تفرغ، بتدور على السكه بتاعتها تمشي ازاي. اوكي، ده دلوقتي بالنسبه لي مفتوح لكن ده مقفول، فيروح يوصل كده ويوصل كمان للايه؟ لللود. فبتكلم على السي 2 اللي رايحه للايه؟ للسي 1. الدلتا في بتاعتي بتساوي كيو على الايه؟ على سي 2 اي دي سي على الاف، المره دي ايه؟ سي 2 تمام. يبقى الدلتا في بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن قيمه الماكسيمم فاليو اللي ممكن توصل لها ناقص البيك اللي انت فعلا ايه وصلت لها دلوقتي، هي دي الدلتا في. لو نيت ان السي واحد بيساوي سي اتنين بيساوي سي، يعني اختياري من الاول ان نقطة السي او رقم الفاليو بتاع السي دي بيساوي الفاليو بتاع السي دي، يبقى انا كده الدلتا في بتاعتي بدلتا السي والدلتا في اللي هي الفولتج دروب كمان بدلتا الايه السي. طب المين افريج فولتج، القيمة الافريج بتاعتي بتساوي ايه؟ هي بتساوي الاتنين في ماكسيمم اللي كانت فوق خالص، ناقص الحتة بتاعت الدلتا في اللي انت نزلتها كفولتج دروب، ناقص الدلتا في اللي حصل كريبل ايه؟ كريبل فولتجز، عشان تجيب الافريج فاليو بتاعتك بيساوي كام؟ يبقى القانون بتاعها بالشكل ده، لو حطيت السي واحد والسي اتنين ببعض بيساوي بعض، يبقى بيساوي اتنين في ماكسيمم ناقص تلاتة على اتنين اي دي سي على الايه؟ على اف سي. لو قلت لك ان انا ما عنديش لود، يعني ما عندكش لود، يعني السكة دي مفتوحة، يعني التيار الاي دي سي بيساوي صفر، يعني التيار كله بيساوي صفر اصلا، مفيش تيار، حط دي بيساوي صفر، بقى الكلام ده مش موجود، يبقى الفي افريج بتاعتك بتساوي اتنين ايه؟ اتنين في ماكسيمم. طب عايز تحسب الفولتج ريجوليشن، القانون بتاعك دايما في نو لود ناقص الفي لود على الفي نو لود، شوف الافريج في حالة النولود كان بيساوي كام، الافريج في حالة اللود بيساوي كام، واقسمه وظبط ايه؟ وظبط مع بعض. تمام يا شباب؟ اوكي؟ طيب احنا كده عملنا ايه؟ عملنا فولتج دبلر
للقيمة اللي طالعالي. طب واحد مش مكفيه الدبلر، عايز يعمل اكتر، عايز يعمل مالتي بلاير بقى، عايز يضاعف الايه، عايز يضاعف الارقام بتاعته. فتعالوا بقى نشوف باذن الله المحاضرة الجاية احنا ممكن بنعمل الايه المالتي بلاير بتاعنا ازاي. هيبقى برضو عندي الفي دي سي اللي طالع لي بيساوي ان من الفي ماكسيمم، بس المرة دي الان ما بتساويش 2 بقى، لا الان دي عايزة 4، عايزة 6، عايزة 8، عايزة 10. انت عمال بت ايه بتعمل مالتي بلاير. واحيانا ببقى عايزة بعدد فردي، فلو بعدد فردي بيبقى في عندي دايرة بنقول عليها تريبل تريبل سيركت الاول، دي بتخلي العدد بتاعك بدل الدايرة اللي معانا دي بدل ما خليناها دبل، يعني اللي طالع بيساوي تقريبا 2 في ماكسيمم بيبقى اللي هناك بيساوي تقريبا 3 في ماكسيمم، وبعد كده يروح يعمل لها الايه المالتي بلاير. الكلام ده باذن الله نشوفه الايه نشوف المرة الجاية. اتمنى لكم كل توفيق وربنا معاكم ان شاء الله.